السلام عليكم. هذه رسالة مفتوحة إلى أمير قطر. أنت من تنسان أكثر قلبي مو من قلب صغار وقبل ما تشعر تأكد أني أشعر فيني منك فيك مني غصب عنك غصب عني. زي ما قلت لك يا أمير قطر، إحنا أولاد الجزائر، إحنا بلد المليون ونصف المليون شهيد. يعني بدك تهزر ولا بدك إيه؟ شو يا زلمي؟ أنت بدك، أنت لعبت مع أبناء ليبيا ولعبت مع أبناء سوريا وأبناء تونس وعبر مصر الشقيقة، وبدك الآن، أنت بدك الآن تلعب مع أولاد الجزائر. يا زلمي، هذا بلد المليون ونصف المليون شهيد، شو بدك؟ ها؟ شو بدك يا زلمي؟ ها؟ بدك مشاكل؟ شلونك؟ أنا عندي كلمة واحدة يا أبا، كلمة واحدة يا زلمي. إحنا مش مثل شعب تونس ولا شعب المصري ولا الشعب الليبي، إحنا مختلفين تماما. يعني إحنا أصلنا مختلف تماما، وأنت ما بتعرف هذه؟ والله انت بدك مشاكل. يعني قطر قطعة بقعة صغيرة وبدها تعمل مشاكل للجزائر، شو بدك؟ ما انا عندي هذه رسالة مفتوحة الى امير قطر ووزير الخارجية، يعني هذا اسمه الجاسم. احنا مش سهلانين يا بابا، احنا بلد وشعب صعب. اذا بدك تلعب نلعب معك، اذا بدك تهزر نهزر معك، بس اذا بدك الجدية احنا مو سهلانين. انا عندي كلمة واحدة اقول لك، الشعب الجزائري مش عايز واحد نعجة. قال لك احنا نعاج، يعني واحد نعجة نعاج بدها تسير البلد؟ هذا مو معقول. النعجة ما تسير بلد. شو بدك؟ النعجة احنا ما عندنا نعاج، شو بدك؟ انا قلت لك بدك تهزر احنا نهزر معك، بس اذا بدك الجدية، لان الشعب الجزائري ما بيهزر كتير. انا قلت لك ما بيهزر كتير. شو والله، يعني انا ما فاهم، يعني شو بدك؟ انا ما مو فاهم شو بدك. رحت على ليبيا وخربتها، رحت على سوريا، شوف في مشاكل. وين ما تروح تخلق مشاكل. دخلت في القضية السودانية، شو لسه في مشاكل. دخلت في الأزمة العراقية، لسه في مشاكل. يعني وين ما تروح، مضرب ما تروح تخلق مشاكل. يعني انت ام المشاكل، تقول انك عندك قوة ولا عندك فلوس ولا يا المصاري. الجزائر عندها مصاري، احنا عندنا مصاري وعندنا قوة بشرية. يعني انت بقعة صغيرة في العالم، قطر يعني بقعة صغيرة متكئة على امريكي بالقاعدة الجوية العدي. انت عندك قاعدة جوية، صواريخ مضادة الصواريخ هذه، يعني هذه القاعدة
كانت في أول مرة كانت في السعودية، والآن أمير السعودية زعلان عليك. ها؟ بدك تعرف ليش؟ ما تعرف، أنا أقول لك ليش. لأن القاعدة هذه القوية اللي كانت في السعودية أول مرة، كانت أول مرة في السعودية، أنت شو عملت؟ يعني أنت رخيص، أنت ناجع، رحت على أمريكا علشان تقدم كل الخدمات مالتك، مثل الخدم، مثل العبيد، علشان هذه القاعدة الجوية اللي موجودة في الرياض، الموجودة في السعودية، علشان يعمل لها تحويل على قطر. انت مو راجع، انت ناجع. اذا بدك قاعدة جوية اسأل الامريكان يفتحوا لك قاعدة جوية جديدة بقوات جديدة. ليش يعني انت؟ لان السعودية هذه، امير السعودية كان زعلان عليك لانك عملت انقلاب على ابوك، استغفر الله العظيم. يعني انت ما تعرف شو معناتها الابوة، انت انقلبت على ابوك، ما تعرف شو معناتها الابوة. اذا عندك مشكل مع ابوك ما في مشكل، عملت انقلاب على ابوك وانت زي ما نقول بتفاخر بالوهابية، انك بالوهابية الدينية الاسلامية السلفية، بس انت انقلبت على ابوك، صار بيبكي في فرنسا وسويسرا. حتى 2004 لما دخل على قطر بدك يعني يسمح لك، ما يسمح لك، هذا مستحيل. انا بقول لك، مستحيل يسمح لك. يعني انت انقلبت عليه وعندك مشاكل مع ابوك، بس المهم هذه قضية العائلة. بس انت شو عملت؟ مو بس رحت على السعودية اخذت وسرقت هذه القاعدة الجوية وتدخلت في مشاكل وامور داخلية لبلدان كانت في وقت ما هذه البلدان كانت مستقلة، ما عندها أي مشاكل. دخلت في القضية السودانية كسرتها، دخلت في القضية الفلسطينية باعوها خلاص، اشتريته خالد مشعل. المهم احنا مش عايزين نقول لك أي شيء على السودان وعلى مصر وعلى ليبيا وعلى أي شيء، بس تتطاول على الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد، هذا ما نسمح لك، هذه ما نسمح لك. إن احنا جايينك على قطر، احنا جايينك على قطر، انت مو تعرف هذه، بدك تعرفها. احنا جايينك على قطر، عندك 60,000 جندي ولا، وعندك 2,000 جندي امريكي، قاعدة جوية وقاعدة بحرية، يعني انت متكئ على صواريخ امريكية، عندك الفلوس، عندك المصاري، بس ما تعرف تسير الامور لانك نعجة. النعجة ما تسير الامور، ما تعرف تسير الامور. انا قلت لك هذا انذار وتحذير. اول اخر مرة تتطاول على البلد هذا، لان احنا جايين، الشعب الجزائري، المقاومة الجزائرية في طريقها الى قطر الان، جوا وبحرا وبرا. يا ابن النعجة، استغفر الله العظيم. يعني واحد مو شوارب النعجة، يعني انت عندك شوارب النعجة هذه، بتتكلم على الديمقراطية وبتتكلم على الدكتاتورية وبتتكلم على ايه؟ انت دكتاتوري،
وتتكلم على الديمقراطية في بلدان العربية. هذه ما زالت هذه. استغفر الله، والله دخلت في العراق، شو صار في العراق؟ وانت تمول المجموعات الإرهابية، عندك مصاري كثيرة، عندك مصاري كثيرة، تمول هذه البلدان الإرهابية، ليش يا زلمي؟ عندك فلوس، شوف ساعد الشعب الفلسطيني، عندك فلوس ساعد الشعب الصومالي ميت من جوع، يعني ما عنده أي أكل، هذا بينام هو جعان. عندك فلوس، أي استثمر هذه الأموال في شيء يصلح الدنيا ويصلح الآخرة مالتك يابا، ترى راح تموت. ولا انت خالد في الدنيا، يابا حتموت، عندك اموال كثيرة، استثمر هذه الاموال في الشعوب الفقيرة. انت بتشتري اسلحة، تدفع اسلحة للمقاومة السورية ولا والارهاب، هذه انصار الدين في مالي والأنصار الشريعة في تونس، والنصرة في سوريا، ليش يابا؟ هذه أموال كثيرة، يعني 100 مليون دولار، يعني إذا بدك تشتري قمح دقيق، إذا بدك تشتري قمح تبعثه على الصومال، والله هذه يعني من أثمن وأغلى الأشياء. الشعب الصومالي، الشعب السوداني، الشعب الفلسطيني بيموت جوعان، وانت يا نعجة بدك تعطي مصاري وأموال ضئيلة للمقاومة السورية، والله حرام عليك، حرام عليك، وحرام على رؤساء البلدان اللي بيتبعوا هذا النعجة. إلا الجزائر قالت لا، احنا مش نعاج، احنا بدنا راجل قوي، صامد، شوف يعني والله هذه انا استحي لو كنت عراقي، لو كنت مثلا جارك سعودي او اي البحريني، والله استحي ان اقول اني عايش في الخليج، لانك انت بهدلت الامة، انت بعت كل شيء، بعت نفسك يا رخيص، يا رخيص، انت رخيص، مش بس بعت نفسك بس للأمة العراقية القطرية، ليش يابا؟ ليش عملت كده؟ أنا أقول لك هذا شاب جزائري بيتحداك وبيقول لك طول على الجزائر، إحنا جايينك على قطر جوا بحرا وبرا، ولا بدك تصالح تقول خلاص الشعب الجزائري ما بدي اي شيء معه، هذا الشعب الجزائري ناس كويسين ما بدي مشاكل معاهم، خلاص ما نجي عندك، عندنا اشياء اخرى، خلينا بهمنا. بس اقول لك هذه اخر انذار، تطاول علينا والله حتمشي ونبكوك يا كلب. يا مع السلامه.